يعتبر حي غدار قناوي من أقدم أحياء مدينة أصيلة، لكن رغم عراقته وقدمه فالحي غارق في مجموعة من المشاكل، أهمها غياب بنية تحتية سواء منها المرافق الرياضية أو الثقافية، كذلك الطرقات. بالإضافة لكل هذا فالحي يعاني من كثرة الأزبال، إنما وليت عينك تجد الأزبال في كل مكان. أما بالنسبة للطرقات فتلك قصة أخرى، فصيفنا نعاني من الغبار، أما الشتاء فتلك قصة أخرى، بحيث أن حتى التاكسيات لا تستطيع الدخول للوجه الحي بفعل الوضعية المهترئة للطرقات من الرمال وكذلك الطين المبلل. بالإضافة لكل هذا فالمسؤولين عن هذه المدينة ليست لهم استراتيجية للنهوض بوضعية الحي وشبابها، هذا الشباب الذي لم يجد مرافق رياضية، مما أدى به إلى التعاطي المخدرات الصلبة والإدمان جميع أنواعها سواء الشباب أو الشيوخ. بالإضافة لكل هذا فالمسؤولين رغم عدة مراسلات سواء من الجمعية من جمعيتنا أو جمعية أخرى، فالمسؤولين لم يستجيبوا لأي طلب لكل هذه المراسلات. كيف ما كتشوفوا حنا كنعانيو، ما عندناش الطريق في حال الناس، باقي عندنا التراب وزائد الازبال اللي كتشوفوا، وكنطالب المسؤولين انهم يلقاو الحل لهذا الشيء هذا، وكنطالبوا بملاعب ديال القرب. هي الشعبيه راه كامله كتعطى المخدرات والدراري غاده في الهاويه. عبد الرحمن العمري من السكان ديال شارع 2 مارس مدينه اصيله. كما عينتي هنايا اننا كنعانيو بزاف ديال المشاكل، من بين هذه المشاكل هذه ان الطرق ما معدلينش نهائيا، والازبال منتشره في كل جهه كما كتشوفوا هنا من مورايا، كاين الازبال مورا مباشره كاين المتحف اللي داروا لنا هنايا، لا علاقه المتحف هذا. بالنسبه للمطالب ديالنا حنايا كنطالبوا انهم يجيو يتحاوروا معنا المسؤولين ويعدلوا لنا هنايا الطرقان، او لا يخليوا الناس يبنيو، حيت هنايا راه ما كيطول على الرخصه لا حتى شي حاجه، البناء كامل هنايا عشوائي. ولا عينتيها وتجات الثانيه راه الناس كتعيش واحد العيشه كارثيه، البلاد تما والناس فارقه ما بيناتهم غير بالقصدير، الا قدر الله وشعلت شي عافيه او لا شي حاجه راه كارثه سوقها وصافي.